برد الدلو، أبشر تدخل إلهي من فوق 7 سماوات في فرحة ونجاح وأخبار سعيدة واتصال مفرح ليك بفضل الله تعالى. نبدأ بيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي. ان شاء الله قراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برد الدلو. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، سورة الزاريات. بسم الله الرحمن الرحيم، وإن شاء الله بعد القراءة هنشوف رسالتك بتقول لك إيه يا مواليد برد الدلو. فضلا وليس أمرا ادعم الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. في هنا شايف إن دايلك دعم من أشخاص جديدة أنت تتعرف عليهم. شايف هنا إن أنت انفصلت أو ابعدت عن أشخاص خانوك أو خذلوك أو كسروا بخاطرك، هذا الأشخاص أنت بعدت عنهم أو هكذا. شايف هنا الشريك من ناحيتك في كركبة، يعني الشريك عندك وضعه مكركب، يعني في أمور منعكسة. شايف هنا في موضوع هنا أنت مضايقك وعامل لك توتر وعامل لك حيرة، يعني شايف في موضوع عندك هنا مضايقك عامل لك حيرة. بسم الله الكاشف. شايف الموضوع ده يعني كان علاقة أو حادث. شايف هنا يعني أنت منتظر تغيير. شايف هنا في ناس كثيرة جدا ضدك يا برد الدلو، في ناس كثيرة جدا ضدك ومستنين سقوطك، يعني مستنين يوجعوك. يعني شايف أنا هم حابين يوجعوك في مشاكل وبيوجعوك برضو في مشاكل. حدد مصيرك، حدد مصيرك. أنا شايف في علاقة هنا، يعني شايف في علاقة. بسم الله الكاشف. اللهم صل على سيدنا محمد. دايما يعني هنا العلاقة دايما أنت بتعافر معاه وهو ما تمرش اللي أنت عملت معاه، أنت تعبت جدا معاه، عملت كثيرة حاجات جديدة كثيرة جدا يعني في حياته، بس يعني شايف أمور واقفة عندك. يعني شايف هنا لسانك يعني دايما بيوجعك يا دلو في مشاكل، دايما لسانك بيخسرك في حاجات كثيرة جدا. شايف هنا كمان بسم الله الكاشف في راحة، راحة واستقرار يعني مع الشخص اللي انت بتفكر فيه حاليا. ان شاء الله بإذن الله تعالى هيكون عندك استقرار. هنا في كلام بينك وما بين برد صور. شايف هنا بس يعني غير من نفسك، في عايزك تغير من نفسك شوية. بسم الله الكاشف. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف هنا في كلام غلط يعني بتقوله، لسانك بيضايق ناس كثيرة جدا من حواليك. هنا في شخص، هنا في حد، في حد عايز يوجعك يا برد الدلو في مشكلة كبيرة، فخلي بالك خلي بالك. بس إن شاء الله ربنا يخردك من الحمل اللي أنت شايله يا برد الدلو، إن شاء الله ربنا يخردك من هذا. شايف هنا بسم الله الكاشف. اللهم صل على سيدنا محمد. في طاقة، شايف في طاقة تغيير، شايف في طاقة تغيير وفي راحة يعني من بعد التعب اللي انت شفتوه. شايف هنا في خير دايلك. بسم الله الكاشف. شايف في خير ورزق طال انتظاره. انا شايف بس يعني انت ليه دايما قلبكم مكسور، مفيش استقرار في حياتك. انا حاول تستمر على تحقيق هدفك. شايف هنا في كمان تغيرات حلوة يعني هتحصل عليها الايام اللي جاية، بس ابعد عن التشتت وابعد عن يعني ما تاخدش قرار الا بعد تفكير، ما يعني ما تديش حد امانك او سرك. شايف هنا في تغيرات حلوة. بسم الله الكاشف. يعني شايف اللهم صل على سيدنا محمد. في شخص بيفكر فيك، شخص عمال يفكر فيك. شايفه وانت في مكان عايز تروحه، في مكان عايز تتنقل ليه او عايز تروحه، هتروحه ما تقلقش. بسم الله الكاشف. بس الحقد والغل
إلا في حياة الآخرين. ركز على هدفك وركز على حلمك، عشان أنت مظلوم من ناس كتيرة جدا، مظلوم من أشخاص مقربين لقلبك وحياتك. شايفيني أنت في أشخاص بتفكر فيهم دايما، بسم الله الكاشف، يعني هنا في وراك هم، شايف إن وراك هم محيري، بسم الله الكاشف، في بس لم شمل مع ناس مقربين على قلبك في راحة، بس انت في ضغط نفسي تعبان. شايف ان انت بتفكر تهرب من الواقع اللي انت فيه، تهدى وهدى اعصابك الايام دي. شايف هنا في كمان استيقاظ من امور يعني بالك مشغول بيه. شايف هنا في كذا علاقة في حياتك، كذا موضوع في حياتك، يعني كذا حادث مخنقاك او مضايقاك في حياتك، يعني بسبب عراقيل في حياتك او بسبب كلام كتير. يعني شاف في حدا يعني هد اعصابك، عشان الايام اللي داية مش ناقص اللي انت فيك مكفيك، فانت مش محتاج ضغط، مش محتاج تسمع كلام يزعلك او يسعدك او يتعبك او يضايقك، فانت خليك امشي في الطريق الصحيح، بسم الله الكاشف. شاف هنا في حد، الحد يعني ممكن يكون حرف الميم منه، يا ريت تخلي بالك منه، خلي بالك منه، عشان شايف الشخص ده، خلي بالك منه عشان حابب يوقعك في أذى كثير أو يوقعك في تعب أو في مشاكل، فخلي بالك منه. شايف انت عليك هنا في حاجات عمال تشتغل عليها أو عمال تعملها، في هدف خطه في دماغك، في حاجة كتيرة خططها في دماغك وبتسعى عليها، هي دي اللي هتحقق لك هدفك إن شاء الله. اسعى في الشيء اللي في دماغك اللي عايز تحققه، في حلم دايما بيتردد معاك بتحلمه أكتر من مرة، حلم بيتردد معاك وبتحلمه أكتر من مرة، بسم الله الكاشف. طيب عايزك هنا توازن الأمور وتحسب أمورك بشكل مختلف علشان تخاطر ما تزعلش ناس منك، هدي نفسك كويس من العصبية اللي انت فيها اليومين دول، عشان العصبية دي بتحاول تستفزك وبتطلع كل الطاقة اللي جواك، فياريت تهدي نفسك. عندك عقبات كتيرة موجودة في حياتك، انت مش مرتاح، فشاف الفترة اللي دايب بسبب نجاح المشروع اللي انت هتسعى فيه، بسبب تغيرات هتحصل في حياتك بإذن الله، هيكون عندك دعم، هيكون عندك راحة، لكن التفكير هو اللي تعبك، مواضيع كتيرة شاغلة بالك وعندك وسواس تعبك نفسيا. يعني الوسواس دايما بيخليك تشك في أي حاجة وخليك تفكر في حاجات كتيرة مش موجودة، بسم الله الكشف. متخليش حدا تضايقك، طلع نفسك من اللي انت فيه، طلع نفسك، اخرج الطاقة السلبية اللي في حياتك. انا شايف عندما ماشي عندك بعض العكاسات، يعني عندك بعض العكاسات، لكن في عندك خروج من الاشياء اللي انت فيها دي، يعني روق بالك وهيكون بالك رايق، يعني شاف روقان، ويعني شاف هتعدي المشاكل السلبية اللي مسيطرة على حياتك. يعني شاف ان انت متلخبط، تعبان او مخنوق او في عراقيل قدامك او ما فيش حدا مكتملة معاك، هتعدي المشاكل السلبية اللي مسيطرة على حياتك. يعني شافك متلخبط جدا، بسم الله الكشف. بس اجمل فيك انت طموح، يعني طموحاتك عالية، دايما بتحاول تحقق طموحاتك، ان شاء الله بإذن الله كل اللي في بالك هيتحقق. يعني شايف ان انت هنا قريب من ربنا جدا، بس دايما بقول لك العيون مش سايباكم في حالكم، الحسد مش سايبكم، عندك طاقة فرح وطاقة حب هتعود لحياتك مع استقرار حلو بإذن الله تعالى. اخلص من هذا الحسد اللي عندك، اللهم صل على سيدنا محمد، واكتم أسرارك، ليست كل ما يكون في قلبك أو في عقلك على لسانك، بسم الله الكاشف. يعني شايف هنا أمور كثيرة أنت مش راضي عنها، لكن الأيام اللي جاية هيكون عندك انفرادات حلوة، يعني مع دعم هيحصل في حياتك، بس هدي أعصابك، هدي أعصابك على قد ما تقدر، بسم الله الكاشف. أرض بيتك هنا فيها مشاكل أو فيها حيرة أو فيها مشاكل أو في خروج من السجن اللي أنت فيه، في خروج من السجن اللي أنت فيه، بسم الله الكاشف. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف في سحر في البيت،
شايف سحر في البيت، عملكم مشاكل، عملكم حيرة، عملكم ضغوطات، حاول تتعالجوا من هذا السحر أحبابي في الله، وإن شاء الله أقول لكم آخر الفيديو بإذن الله. شايف هنا في حالات هتخرج منه، شايف هنا في طاقة حب، شايف في طاقة حب، يعني في حياة هتخلص منه. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا. شايف هنا في حاجة مسروقة منك يا برد الدل، في حاجة مسروقة منك، ذهب أو مال اتخذ منك غصب عنك، أو حد نصب عليك، أو حد راحت منك كتيرة يا برد الدل. شايف برضو هنا حد بيحاول يفوقك من المشكلة اللي انت هتوقع نفسك فيه، في حد بيقول لك فوق، انت ماشي في طريق غلط، حد هيفوقك من اللي انت فيه، من الهم اللي انت شايله في حياتك، في حد هيقف جنبك، او حد واقف معاك بيدعمك في طريق الخير، بس انت اللي ما بتسمعش لحد ولا مد اهتمامك لحد. شايف ان عندك انفرادات حلوة، عندك تغيرات يعني، بس دايما مضغوط وتعبان، نفسيتك اليومين دول مش مستحملة. شايف هتتفتح لك بيبان كثيرة جدا في حياتك، ما تقلقش، صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. شايف ان انت هتتغير، انا شايف طريق حلو قدامك، شايف هنا عن طريق حلو، الطريق ده هيكون نهايته جبر وخير لحياتك، يعني شايف انت منتظر ايام حلوة، منتظر خبر تسمعه يعني، بس زي ما قلت لك الصداع والنغزات اللي في جسمك والتعب والضيقة والخنقة والاكتئاب، هذا من السحر والحسد. بس في طاقات حلوة، طاقات حلوة ديالك، عايزك تبعد عن اي طاقات سلبية. بسم الله الكاشف، في هنا شايف برضو، اللهم صل على سيدنا محمد، في حد ظلمك، الحد ظلمك، انت في وقت امرك لله، لكن برضو مش سايبك في حالك، ظلمك وأكل مالك وأكل حقك، وبرضه مش سايبك في حالك وبيتكلم عليك، وأنت بتقول طيب هو عايز مني إيه؟ كل حاجة في حياتي خدها، ما تقلقش، أنت علشان هتثبت وجودك الأيام اللي جاية وهتحقق بعض الأهداف اللي عندك، هتكتشف برضه أشخاص خاينين، وهتكتشف برضه كلام كتير جدا سلبي في حياتك، فما تقلقش، ما تقلقش، احذر من الاستغلال ومن الناس اللي هتستغلك. عشان انت انفراداتك هتكون حلوة، هتسد بعض الديون اللي عندك وهتفرح ناس ليك، عشان انت اللي في ايدك مش ليك. في خصام ما بينك وما بين حد هينتهي، او مشاكل ما بينك وما بين حد راح تنتهي. خفف من طاقتك، خفف من امورك، ابعد عن الطاقات السلبية، ابعد عن الحيرة، ابعد عن المشاكل، لان في هنا في انفراجات مالية بفضل الله تعالى، وهيكون في تغير جذري بفضل الله. وشايف هنا منكم من بتطلب بكل مستحقاتك القديمة، شايف في انتصارات قانونية في المحاكم وتحقق أمنيات، شايف هنا امتلاك شيء جديد، وثيقة، عقود، شايف بداية هتعلي شأنك، وشايف في شخص حبيب أو قريب أو شخص عايز يردع لك ويصالحك، وشايف نجاح مهني وأموال بفضل الله. شايف في هاي الأمور راح تنسيك شريك نرجسي، وشايف هتخرج من علاقة سامة، وشايف للبعض هنا عرض ارتباط أو زواج منكم من شخص. شايف هنا بسم الله الكاشف، ناس هتدخل حياتك هتأثر عليك بالخير، وبتكون سبب في نقلك لمكانة عالية لشغلك. شايف هنا المبتعدين في تخاطر أو تواصل روحي ما بينكم. بسم الله الكاشف، شايف هنا للبعض المبتعد عن الشريك بعد جسدي أو روحي، رغم أنكم في مكان واحد يجمعكم. بسم الله الكاشف، يعني أنا شايف فقد شغف للشريك أو علاقة زوجية، وهذا بسبب السحر، بسبب السحر. شايف هنا للعزاب رجوع علاقة أو ارتباط من شخص يعني قريب، وشايف للبعض ماضي هينقفل، وأنت هتكون صاحب القرار. شايف هنا ناس قطعوك ورجعين لك تاني، وعندك يد مساعدة أو سداد دين بفضل الله تعالى. بسم الله الكاشف، هذا توقعات برد الدلو. أخواتي في الله، نشوف رسالتك يا برد الدلو بتقول لك إيه. بسم الله الكاشف، فضلا وليس أمرا أخواتي في الله، كثيرا بينسى يدعم الفيديو واللايك. أحبابي في الله، ندعم الفيديو واللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة. دعواتك عند ربنا مش نسيها أبدا، واللي تعبك هيدوك قهرك عن قريب. دعواتك عند ربنا مش نسيها أبدا، واللي تعبك هيدوك قهرك عن قريب.
وأكثر من قراءة سورة الزاريات بفضل الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما أنتظر منك، وأنت خير المبشرين كلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة أسرار العالم الروحاني، ولينك لينك في صندوق